أكد قائد القوات الجوية الروسية الفريق أول فيكتور بونداريف أن روسيا نشرت أنظمة صواريخ في سوريا لحماية قواتها هناك. وكشف بونداريف في لقاء صحفي إرسال طائرات مطاردة وقاذفات قنابل ومروحيات وأنظمة للدفاع الجوي، وقال إن المقاتلات الروسية يمكن أن تتعرض للخطف في دول مجاورة لسوريا واستخدامها في مهاجمة القوات الروسية.